باجراء عده تبديلات. ايضا المدرب يعني المطلوب منه يتدخل بالشوط الثاني، وهذا اللي ما راح نشوفه بالشوط الثاني. انا اتصور انه فريق الميناء اذا بقى على نفس التركيز ونفس الحماس نفس القتاليه من صعوبه يخسر اليوم. فانا اشوف يعني فريق نوروز اليوم مو مثل المباراه السابقه، يعني ما ادى اللي عليه وما قدم المستوى اللي مرجو من عنده. فنشوف احنا اتصور انه فريق نوروز اليوم يعني بعض التعب بين عليه محافظات واجهاد بين على اللاعبين واضح بشكل واضح. فاحنا وخاصه فريق نوروز يعني اكثر تقريبا الفرق اللي غادرت، فرق بين المحافظات، ولعب بغداد ولعب بالكوت ولعب سيماني ايضا هو يغادر. اخذوا الراحه، انا اعتقد يعني راحه كافيه على الخمس ايام. نعم راحه كافيه يعني. نعم. حتى يمكن ما شاهدنا امور بدنيه اثرت بمجريات الشوط الاول يعني. لا كابتن، انا اشوف ان الناحيه البدنيه لفريق الشوط الاول، الناحيه البدنيه والشبابيه وقتالي لفريق الميناء الشوط الاول افضل بكثير من فريق ما اثرت على نوروز. اقصد جانب بدني، ما شفنا حتى حاله معينه انه لا يعني ما اصابه، ماكو اصابه او تعب او اجهاد، ما موجود. بس هي يعني كارهاق امور يعني فنيه بالملعب، امور فنيه، امور فنيه منتهي من عنده. احنا مثل ما قلنا امور فنيه، انه اللاعب هو بداخل نفسه لازم يرجع الوضع الطبيعي حتى يتغلب على فريق الميناء. عكس فريق الميناء جاي يغير من وضعه، جاي يغير من وضعه، من وضع الفريق، من وضع النادي، ينظر او يعرض مثل ما يقول لك اني فريق موجود بالدوري والعب بقوه واريد اغير من وضعي بالدوري. على الشوط الاول تفاجئ الكل مثل ما ذكر الكابتن كريم باداء وطريقه لعب واسلوب الميناء، يمكن حتى هم انفسهم تفاجئوا بهذا الموضوع. راح يبادر الميناء بالشوط الثاني ولا راح يبقى على نفس السيستم؟ انا اشوف فريق الميناء اذا بقى نفس التركيز، واني اذا فقد التركيز الشوط الثاني راح يعني راح يبادر ولا لا؟ انا اقصد فريق الميناء، فريق الميناء يبادر راح يبقى على نفس المستوى اتوقع. نفس المستوى اللي احنا شفنا الشوط الاول. الشوط الاول كنا متوقعين، وانا كنت متوقع انه يعني يلعب مناطق دفاعيه عكس توقعاتنا. شفناه هاجم بقوه بكل شراسه ولعب على يعني لعب يعني جميل جدا من لاعبين شباب صغار واعدين للكره العراقيه. طيب كابتن كريم، الحلول للفريقين ثابته، فاول مرتد، شوت خارج جزاء، لازم اكو حلول يعني. برايك كيف راح تكون الحلول؟ انا برايي التأني من فريق الميناء انهم ما يلعبون نفس الاسلوب اللي لعبوه بالشوط الثاني الاول، لانه نوروز مو وضعهم الطبيعي. يعني اذا رجعوا لوضعهم الطبيعي نوروز لا ممكن يسجلون ويشكلون خطوره على فريق الميناء. الان التأني فريق الميناء الان عنده نقطه خلاص كاسب نقطه، كيف يحافظ على هاي النقطه؟ اندفاعه ويحاول يحصل على ثلاث نقاط لربما يؤدي الى بعض المشاكل خطوط الدفاعيه. فابقى حافظ على الوضع الدفاعي واعتمد على الهجمات المرتده وحافظ على النقطه. احرازك نقطه في ملعب السليمانيه هذا يعتبر كسب لفريقك. فيجب التاني وتفكر بالنقطه قبل لا تفكر ثلاث نقاط. ممكن اذا دكت الاحتياط عند الكابتن اسعد مثل ما قال ما عدا دكه احتياط ممكن تعينه بالشوط الثاني ويغير مجريات المباريات. هنا انت محافظ على وضعك، يجب انت بالتاني ما تسوي فراغات خلفيه وتحافظ على منطقه الدفاع وتحافظ على النقطه اللي حصلت عليها بالشوط الاول. كيف فك شفرات نادي الميناء؟ الضغط بمنطقه الميناء زياده عدديه مثلا؟ زياده عدديه، العب مهاجمين حاليا نقول ايمن مروان حسين وحده بالجزاء، ازج مهاجم ثاني يلعب داخل الجزاء، ممكن تغيير الهجوم يكون عنده واللعب على الاطراف والكروسات. يعني شوف هسه يلعبون مو على الاطراف والكروس على مروان براسه، فتكون جانبيه ممكن تكون افضليه للمدافع. انما بالجانب تكون لا، حظوظ متساويه، الافضل هو اللي يسجل. فاذا بيلعب كابتن ولي على الاطراف ومن ثم الكروسات منطقه جزاء الميناء يكون الهدف عليه صعب. تشوف الحل بالكروس انه خمس مدافعين بالاخص الاظهر الاثنين سادين منطقه العرضيه، انه متكدس وهذا اللاعب مواجه. تمام صحيح. اكو اسلوب ثاني، اسلوب التسديد من خارج الجزاء، خارج أيضاً الجزاء وايضا الثرو بيني بالعمق، يمكن شاهدناها مره واحده بالشوط الاول. نعم هاي يعني سلاح قوي جدا انه تسديد من خارج. شفنا فريق يدافع بقوه بخمسه لاعبين، عندنا الاسلوب الثاني انه هو تسديد من خارج الجزاء وعمل باصات بينيه بين اللاعبين الوسط والمهاجمين اللي هو يقوم به محمد سامي. ومحمد سامي ما بين وستار ياسين مع محمد دلاوه. نعم. اليوم يعني ما بين الشوط الاول. طيب هذا ما يخص مجريات الشوط الاول من هذه المباراه، بانتظار الشوط الثاني عسى ولعل ان شاء الله يكون الشوط الثاني اجمل من شوط الاول، بالرغم من الشوط الاول كان جيد بالنسبه للميناء، بانتظار رده فعل بالنسبه لنوروز. نتحول بالصوت والصوره مره ثانيه للزميل سيال السعد.
شكرا عزيزي أثير. أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبتي متابعي قناة العراقية الرياضية، وعودة لأحداث الشوط الثاني بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي بالتعادل سلبا ما بين الفريقين، بعد ما شاهدنا ندية كبيرة وتبادل الهجمات ما بين نادي نوروز ونادي الميناء، وشاهدنا فرص جميلة حقيقة لنادي الميناء بعد أن أضاع محمد شوكان الانفراد والتسديدة التي اصطدت بالعمود الأيمن لمرمى الحارس محمد رحيم، وكادت أن تكون في المرمى لكنها غادرت أرضية الملعب. وهنا تنطلق صافرة أحداث الشوط الثاني لحكم المباراة حامد علي، ويساعده هاني علي وحسين علي، والحكم الرابع عياد مزاحم، وحكم الفيديو الفار أحمد عسكر، ومساعد الفيديو أمير داود، ومقيم الحكام جليل صيفي. انطلقت صافرة أحداث المباراة للشوط الثاني لحساب الجولة الرابعة وافتتاح الجولة الرابعة هنا بملعب السليمانية ما بين الأحمر نادي نوروز أصحاب الأرض والميناء الذي حل ضيفا السفانة يبحث عن أول أهدافه وعن أول انتصاراته بملعب نادي بملعب السليمانية، والكلام هنا وكذلك أيضا إشراك اللاعب سجاد على عبد الكريم. نترقب بما فكر المدرب ولي كريم وما هي الخطة التي رسمها لأحداث الشوط الثاني، والكرة بوسط الملعب، هنا المحاولة نقله تحت اقدام اللاعب محمد خضير، انقطعت من محمد وماشي لمحمد سامي لمرتضى، من مرتضى لمروان، مرت الكرة من محمد سامي وغادرت أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب الكرة الماضية بعد تمريرة اللاعب محمد سامي لمروان حسين، غادرت أرضية الملعب. كلام حكم المباراة الكابتن حامد علي هو من يضبط هذا اللقاء ابن مدينة بابل. حتى الآن والتعادل مستمر ما بين الفريقين، هذا سالم أحمد وهذا محمد جبار شوكان، أضاع كرتين خطيرتين الانفراد والتسديدة التي ارتدت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس محمد رحيم، كادت أن تكون في المرمى وكادت أن تسعد جماهير نادي الميناء. كنا نظن بأن اللاعب أياد عبد فرحان هو من سدد، لكن محمد شوكان هو من باغث المدافعين وسدد تلك الكرة التي كانت واحدة من أخطر الكرات في الشوط الأول. هذه عادت من ديار، يا أخي ديار يلعب هذه الكرة باتجاه محمد سامي، وهنا المرور محمد إسماعيل داليوار، هنا العرضية هو جحفر شنيشل، جحفر شنيشل بارتقاء جميل ويخطف الكرة الماضية، ستار ياسين يعود لأرضية الملعب رغم الإصابة، يصر على أن يكمل أحداث المباراة. السلامة للحارس جحفر شنيشل، نادي نوروز بهذه المباراة يبحث عن الأهداف وعن النقاط الثلاثة بما هو يحتل ترتيب 14 في ترتيب دوري نجوم العراق والميناء، متذيل الدوري بالمركز الأخير. بينما تتحدث عن الموسم الماضي نادي نوروز كذلك أيضا احتل المركز العاشر، أو نفط ميسان عفوا احتل المركز العاشر، بينما من احتل المركز الأخير الذي ودع دوري العراقي نادي الديوانية وكذلك الصناعة ودع الدوري العراقي، بينما نوروز في الموسم الماضي احتل ترتيب المركز 11 من ترتيب الدوري العراقي بعد أن حقق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي نادي الشرطة بعد ما لعب 38 مباراة فاز ب 25 مباراة، لن يتعادل إلا بسبعة مباريات وخسر ست مباريات فقط، كان الأكثر تسجيلا للأهداف بعد ما سجل 63 هدف واستقبل الشباك 24 هدف، وكان برصيده 82 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسي نادي القوة الجوية الذي احتل المركز الثاني، كذلك حقق الفوز ب 23 مباراة من أصل 38 مباراة وتعادل بتسعة مباريات خسر 6 مباريات، كان أيضا هو من سجل 62 هدف بينما استقبل الشباك 26 هدف وكان برصيده 78 نقطة.
هذه محاولة عادت، هنا تعود والتعادل ما زال مستمر بهذه المباراة. لا شيء لنادي الميناء ولا شيء لنادي نوروز. عادت الكرة لأحمد سعيد، من أحمد سعيد يلعب الكرة لمحمد إسماعيل، داليوار يلعبها هنا بالرأس، مرت خطيرة جدا، غادرت أرضية الملعب. واحدة من أخطر الكرات لمروان حسين. مروان حسين يطلب المساندة، نعم، ويطلب من الجماهير بأن تؤازر نادي نوروز، فهم يبحثون ويقتربون من التسجيل. بينما هذا هو سجاد، شاهد هذه العرضية للكرة الماضية وارتقاء ورأسية اللاعب مروان حسين، كادت أن تكون في المرمى. جعفر شنيشل بقي ينتظر واندهش بالكرة الماضية، لكن هنا الآن المحاولة مستمرة بالنسبة لنادي الميناء. العبور بهذه الكرة من سجاد، على سجاد، على يعيد الكرة من محمد رحيم، وتحت اقدام اللاعب احمد خالد. هناك لاعب سقط على ارضية الملعب، سلامة للاعب سالم احمد. سالم احمد يشكو من اصابة وسقوط اللاعب سالم احمد على ارضية الملعب، السلامة لكل اللاعبين. شاهد الميناء يبحث عن هدف، ونوروز كذلك يطمح لتسجيل الهدف الأول بأرضه ما بين جماهيره بملعب السليمانية، بهذا الملعب وحضور هذه الجماهير الحاضرة بقمة هذه اللقاء بهذه المدينة الجميلة. محاولات هي مستمرة واللقاء ما زال مستمر ما بين الفريقين، التعادل ما زال هو المسيطر على أحداث المباراة. نادي نوروز حقق نتائج طيبة في الموسم الماضي. هذه غادرة أرضية ملعب، يقترب نوروز كما ذكرنا الموسم الماضي من أكبر النتائج التي فاز بها الأحمر، حقق الفوز على الصناعة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وكذلك حقق الفوز على نادي الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز على الديوانية بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكن الأسوأ النتائج التي خسر بها في الموسم الماضي، خسر من نادي الزوراء ذهابا وإيابا، في الذهاب خسر 4-2 وفي الإياب خسر 3-1، وخسر من نادي القاسم بثلاثة أهداف. هنا بطاقة صفراء تشهر من حكم المباراة، البطاقة الصفراء، نعم، حذرنا من ارتكاب الأخطاء وحذرنا من البطاقات الملونة، هكذا بطاقات صفراء ربما تؤدي بحكم المباراة ويشهر البطاقة الحمراء، فلا نريد أن نرى بطاقة حمراء بهذه المباراة. هذه المرة البطاقة الصفراء على اللاعب محمد غالب بعد ما تلقى اللاعب حيدر سالم في الشوط الأول البطاقة الصفراء، الآن محمد غالب يتلقى البطاقة الصفراء. عادت للحارس محمد رحيم، من محمد رحيم، محاولة مستمرة من ديار، يا أخي يعيد الكرة من أحمد سعيد لكابتن الفريق ديار، مرة أخرى مرتضى هديب يلعبها للأمام، من مرتضى تتخلص وعادت هناك من محمد، لكن الإبعاد حاضر من عباس ياس وبيوسط الملعب، تشتيت لهذه الكرة تبعد، وسالم ارتقاء لمحمد جبار، لكن وصلت قبل أن تصل لمحمد جبار للاعب ديار، يا أخي من ديار وصلت لمصطفى عبد الجليل، من مصطفى وبيوسط الملعب للمدافع ديار، يا أخي قائد الكتيبة الحمراء، محاولة الوصول بهذه الكرة من محمد إسماعيل، دوليوار يقترب من منطقة الـ18 وعادت من مرتضى اهديب، هون الكرة لمحمد إسماعيل، لكن هناك بعد ما مرر الكرة اللاعب محمد سامي لدوليوار غادرت أرضية الملعب، والتماس لمصلحة نادي نوروز، من نوروز تحت اقدام اللاعب البديل زيد اسماعيل، اللاعب الذي اشرك في الدقيقة 40، هذه محاولة، هذه جول، هذه جول، هذا الارتقاء والابعاد لكرة اللاعب سيفان عمر علي، سيفان عمر علي حاول المرور، وهنا للاعب ستار ياسين، واحدة من اجمل الكرات في الشوط الثاني، ومحاولة هذا الموهوب كاد ان يسجل اول اهداف اللقاء لنادي نوروز، لكنها غادرت ارضية الملعب وطالت على اللاعب سيفان عمر علي. هنا التماس، شاهد هذه الإعادة للكرة الماضية بعد ما حاول سيفان وتدخل المدافع اللاعب حيدر وأبعد الكرة الماضية. حميد
علي حميد، وهناك اياد عبد فرحان، محمد جبار وسالم احمد واياد عبد فرحان، هذا الثلاثي الذي يقود هجوم الميناء بهذه المباراة، وهم يبحثون عن هدف اول. كذلك اللاعب محمد سامي ومروان حسين وستار ياسين واحمد سعيد بأربعة لاعبين حولون قيادة الهجوم، هذا مع إضافة اللاعب محمد دوليوار هذا الظهير الأيمن بنزعات الهجومية يحاول اختراق دفاعات نادي الميناء. ومحمد سامي هنا الكرة بأقدام محمد، شاهد هذا كأنه يلعب ظهير وليس مدافع، نعم مدافع اليمين محمد دوليوار يترك مكانه ويصبح مهاجم يمين، هذه عدت هنا بالرأس والإبعاد تتخلص من المدافع حميد، حميد أبعتها عادت لتبعد من عباس إياس وغادرت أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب. كل هذه المحاولات مستمرة وتبادل هذه الهجمات ما بين لاعبي الفريقين، ما زلنا نترقب متعة المباراة، هل سيكون هناك هدف والبحث عن أول الأهداف بقمة هذا اللقاء؟ تعود الكرة، غادرة